كنت عم بحكي مع استراء كيف ممكن فعلا نستفيد من هالاشغال اليدويه اللي خبرتنا عنها حنين، تحديدا بهاي اللي ممكن تضيع وحده فرده بالغساله وحده ثانيه ما بتعرفي وينها، فممكن كثير تستفيدي من هالاشغال فعلا. فمشاهدينا هلا رح نيجي هيك لموضوع اخر ومنهج صراحه متعلق بالخضار والفواكه، ومين منا ما بحب الخضار والفواكه، واللي ما فينا ننكر انها لها اهميه خاصه للصحه حيث تعد مصدر مهم للعناصر الغذائيه، واكيد هي من اهم الاغذيه اللي بتزود الجسم بالفيتامينات والاملاح المعدنيه وأيضا العناصر الضرورية للجسم. لكن هاي الخضار والفواكه من الممكن أن تصبح ملوثة عبر المراحل المتواصلة من المزرعة لتناول الطعام، وخاصة اللي بتم قريبة من الأرض واللي بيجعلها أكثر عرضة لملامسة الأسمدة. إذا شو هي أبرز هاي الميكروبات اللي ممكن تعشش بالخضار والفاكهة، وشو الطريقة الأفضل لتعقيمها؟ رح يكون موضوع نقاشنا مع ضيفتنا بالاستوديو أخصائية التغذية الأستاذة ريم الحبال. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. رحب فيك أكيد دكتورة ريم. يوم سعيد. أهلا وسهلا فيكم. يعني بداية يمكن كتير إحنا بنسمع بموضوع تسمم اللحوم، هذا معروف وشائع والناس كتير بتخاف إنه تشتري اللحمة من أي مكان وكذا لأنه بتسبب تسمم يعني. بالضبط. لكن موضوع الخضار والفواكه وعلاقتها بالتسمم، هل ممكن بالفعل احنا نصاب بتسمم غذائي من وراء الخضار والفواكه؟ هلا فعليا كثير عالم وكثير ناس وكثير اشخاص بيتساهلوا بموضوع انه نحن ما في داعي نغسل الخضار والفواكه، بيفتكروا انه التسمم الغذائي ممكن يكون مرتبط فقط باللحوم، اسماك، دجاج، هالقصص هي السمك، لكن فعليا في كثير بكتيريا وطفيليات بتنتقل عن طريق الخضار والفواكه وبتكون ضاره جدا للانسان، لذلك كثير مهم انه نحن نهتم بغسل الخضار والفواكه بطريقه صحيحه لحتى نتخلص قدر الامكان من هي الطفيليات الموجوده. هلا نحن بدنا نركز على نقطة مهمة، انه نحن بنفكر انه اللحوم هي ما فيها انه نسبة، عفوا، انه الخضار والفواكه ما فيها نسبة تسمم مثل اللحوم. نعم. اللحوم بدنا الفكرة هي انه بتنطبخ بتتعرض لحرارة عالية، فالبروتينات يلي فيها عم تتعرض لحرارة بتقتل البكتيريا والطفيليات يلي موجودة فيها بنسبة 80% لحتى تصير صالحة لانه نحن نستهلكها داخل اجسامنا بدون ما تسبب لنا الاضرار يلي ممكن تسببها الخضار والفواكه بحال تناولناها بدون غسل. طيب شو هي ابرز هالملوثات الممكن موجودة بالخضار والفواكه اللي نحن فعلنا بعض الاحيان، وليش لازم نحن يعني نغسلها منيح قبل ما نتناولها؟ تماما. هلا الخضار والفواكه بتحتوي على كثير انواع من البكتيريا والطفيليات والاشياء الضاره لنا. اول شيء نغسل الخضار والفواكه لحتى مبدئيا انه نحن ننظفها من الاتربه والغبار يلي بتكون عالقه عليها او موجوده عليها واللي ممكن نشوفها بعين المجرده. ايضا نحن بنغسل الخضار والفواكه لحتى تتخلص لحتى نخلصها من البكتيريا يلي بتنتقل عن طريق الاتراب، واهم هي انواع البكتيريا اللي هي الاشريكه الكولونية أو يلي بنسميها الإيكولان. أيضاً بنغسل الخضار والفواكه لحتى نخلصها من المبيدات الحشرية فعلياً، الأسمدة الكيماوية اللي بتكون كتير تسبب أمراض كثيرة وبتكون موجودة على الخضار والفواكه بكمية عالية. أيضاً بنغسل الخضار والفواكه لحتى نخلصها من الطفيليات يلي بتكون بتسبب الديدان، خاصة دودة الإسكاريس. نعم. يلي فعلياً كتير منخاف منها، لذلك منركز على أهمية غسل الخضار والفواكه بطريقة صحيحة. يعني أستاذة ريم أنت ذكرتي مجموعة من الطفيليات والبكتيريا الخطيرة جداً. طب كثير من المزارعين مثلا المتعودين على الزراعه في ارضهم والتجوال في ارضهم بيحكوا انه احنا من الارض الى الفم مباشره، يعني بيلتقطوا الفاكهه او الخضار ويتناولوها مباشره. صحيح. ومن غير ما يصابوا باي ضرر، وانت هلا عم تحكي انه في كل هذا الكم الهائل من البكتيريا والطفيليات، فشو مدى صحه كلام كثير من المزارعين؟ صحيح، معك حق، وهذا الكلام صحيح تماما ومضبوط 100%، وحتى فعليا انه ممكن يرفع من مناعه جسم الانسان. لكن نحن عم نحكي عن خضار وفواكه ومحاصيل مزروعه بمزارع طبيعيه، اشخاص اللي عم يزرعوها عم ياخذوها ويتناولوها من مزارعنا الخاصه وليست من المتجر. الخضار والفواكه عموما يلي بناخذها من المتجر بتكون متعرضه لنسبه عاليه جدا من الاسمده ومن المبيدات الحشريه، اما الخضار والفواكه اللي بيزرعوها الاشخاص فهن عارفين فعليا شو حاطين عليها، يعني شو مضاف الى اسمده وشو مرشوشه او مبخوخه مبيدات حشريه، لذلك بتكون نوعا ما افضل او امنه اكثر. اما الخضار والفواكه اللي بناخذها من الماركت ومن المتجر اكيد لازم يتم غسلها بالطريقه الصحيحه يلي رح نحكي عنها بعد شوي. اكيد الطريقه الصحيحه رح نحكي عنها اليوم. نحن جبنا لك يعني كم نوع من خلينا نقول الخضار الورقيه، في كمان بطاطا وجزر، رح نعرف منك كمان كيف ممكن نحن نغسل هدول بطريقه صحيحه وسليمه. انا اكثر شيء بعاني من قصه الخس، يعني الخس فما بعرف كيف ممكن الخس الملفوفه بحسن عن جد بتطلع الديدان اللي حكيتي عنها كمان. رح نحكي خبرينا عن هي الطريقه الصحيحه والسليمه اللي ممكن نحن فعلا نغسلها بطريقه جيده ونبعد عن هي الطفيليات.
ان شاء الله. هلا شوفي، اول شيء انه نحكي عن نقطه مهمه، وفي عالم كثير بتجيب هالخضره او الفواكه البندوره الخيار بتعمل تحطها تحت المي شوي بعدين خلص خلصت غسل وخلص، نحن هيك عملنا اللي علينا وانتهينا. حتى الخيار والبندوره خلينا نقول للمشاهدين كمان ما موجودين هنا، ولكن كمان ما نفعل يعني هذا انه نحن بناكلهم بنتناولهم بشكل يومي اجباري، بس ايوه تكون موجوده. فالخضار الحبه الكامله، غسل الخضار والفواكه بالماء النظيف جيد جدا ومهم جدا لحتى نحن نتخلص من الاتربه والغبار اللي علقان عليهم. لكن فعليا غير كافي لحتى يخلص الخضار والفواكه من الطفيليات والبكتيريا اللي بتكون علقان عليها. لذلك لازم نغسلها بالطريقه الصحيحه. هلا كثير اشخاص بيسالوني انه شو رايك دكتوره بالملح بالخل ليمون اي واحد من بيناتهم هو الافضل لحتى نحن نغسل فيه الخضار والفواكه. هلا رح يعني نحاول نفصل كل نوع من انواع الخضار والفواكه شو هو الشيء اللي بيناسبه اكثر وشو هو الشيء اللي بيخليه يتعقم بشكل افضل ويكون جيد لصحتنا بشكل افضل. هلا بالنسبه للخضار والفواكه الحبه الكامله مثل التفاح المشمش مثل البندوره والخيار افضل طريقه لغسلها انه نحن نجيبها. هلا هي التفاحه مثلا بنجيبها بنحطها تحت صنبور تحت الحنفيه بنركب المي، بعدين بنجيب وعاء فيه مي تقريبا لتر مي بنضيف عليه تقريبا 3 معالق، لا هذا عفوا الليمون، هذا الليمون بنجيب الخل مقدار 50 ملي خل او 3 معالق او بنقول يعني ربع كوب كبير بنضيفه على المي وبنحط بننقع الخضار البندوره الخيار التفاح اي شيء بدنا نستهلكه لمده بتتراوح بين نص ساعه لساعه لهالدرجه. هلا انا اذا بدي اكل معناتها لازم اغسلهم كلهم نحطهم بالبراد صح؟ افضل يعني لانه اذا بدي اكل انا بدي استنى نص ساعه. هلا فعليا بين دقيقه لدقيقتين بيخلصوا من الاتربه ومن كثير نسبه عاليه من البكتيريا والطفيليات، لكن النص ساعه للساعه هي مشان الاسمده والمبيدات الحشريه، هي بتاخذ وقت لحتى نحن نحاول نخلص الفواكه والخضار من نسبه عاليه من تراكماتها وترسبات على القشره. يعني افضل هي الخل معناتها للخضار تمام الحبه الكامله الخل. ليش نحن ما بنستخدم الليمون او الملح للحبه الكامله؟ لانه اول شغله الليمون ممكن يغير من طعمه الخضار والفواكه، وطبعا هي الخضار والفواكه بتتخزن لفتره طويله مو مثل الخضار الورقيه اللي بنحفظها يوم او يومين مو اكثر بالبراد. اما الخضار والفواكه الحبه الكامله بتطول بتقيم عنا بالبراد، فالليمون غير من طعمتها. النقطة الثانية موضوع الملح، ما بنضيفه لغسل هي الخضار والفواكه لأنه بيخلصها من المي اللي موجودة داخلها، بخليها تطرح المي عن طريق القشرة، فهذا الشيء بيسرع من جفافها ومن فسادها. طيب في يعني معلومة أنا بسمعها من بعض السيدات إنه بيغسلوا هذا النوع من الخضار والفواكه بنقعوه أو بيغسلوه مثلا بيضيفوا كمية قليلة جدا من سائل الجلي. فخبرينا هاي في حال في نساء بيستخدموها فعلا يعني بيضيفوا نقطة وفعلا بحسوا بلمعة الخضار والفواكه بعد هذا التسهيل، فخبرينا هل هاي صحيحة ولا إلها مضار؟ انا بصراحه يعني لا احبذ هي الفكره نهائيا لانه نحن شو استفدنا؟ ماده كيميائيه ماده كيميائيه بالنهايه يعني نحن بدنا نخلص اصلا الخضار والفواكه من سموم الاسمده ومن سموم المبيدات الحشريه اللي موجوده عليها اللي تعتبر من اكبر المسببات لعديد من سرطانات الجسم. لذلك لا ابدا نبتعد تماما، نحاول انه نحن نعتمد على شيء طبيعي. الخل معناته نحن بنحاول نحط قليل من الخل بماء الغسل، بعد النقع بنطالع هي الخضار والفواكه وبنغسلها بالماء النظيف بتكون هون جاهزة للاستهلاك. جميل. هلا اما عن اللي فيها اتربه والبطاطا فهلا تمام ما في مشكله، بنحكي هلا عن البطاطا. عن البطاطا، البطاطا والجزر والفجل والشوندار هي النباتات الجذريه تماما اللي بتكون مزروعه او مغموره داخل التربه. هي النباتات نحن لازم ننظفها بالفرشاية، بنجيب فرشاية خاصه بنحاول انه نحن نفركها فرك حتى قبل ما نقشرها، بنحاول نفركها لحتى نخلصها تماما من الاتربه اللي موجوده عليها، بعدين بنغسلها بالمي، بعدين بنقشرها او بنحاول انه نحن نستهلكها او نطبخها. ممكن فرشاية اسنان طبعا جديده ممكن في بالغرض ممكن، لكن هي ناعمه شوي انه الفرشاية اكبر شوي لحتى تكون اسهل بالاستخدام يعني اسرع لانه ست البيت بتكون يعني مستعجله فرشاية اسنان بتغسلها بالمي العاديه بعدين بتاخذها بتقشرها يعني هالكثير ما بتلاقي بقى المي التربه عم تنزل منها. صحيح هو لا المفروض انه نحن ننظفها من الاتربه لانه الاتربه بتكون حاويه مثل ما حكينا من شوي على طفيليات وديدان، انه نحن الافضل ما نخليها تنتشر بالجو عن طريق الماء وقت المي الحنفيه او الصنبور بدها تنزل فوق الخضار بتخليها تشير. فنحن بننظف التراب اول شيء الاتربه عن الخضار بعدين المرحله الثانيه نحن بنغسلها. طيب بالنسبه للنباتات الجذريه انت عم تحكي عن غسلها قبل تقشيرها، لكن في حال تقشرت هل احنا بحاجه برضه ان نغسلها ولا خلص بتكون هي اكتفت؟ هلا بحال احنا ما كنا غاسلين قبل بدنا نرجع نغسلها، لا في حال احنا تبعنا هي الخطوه نحتاج انه نغسلها برضه بعد الغسيل خلص نحن هيك تمام. انا بس البطاطا بفضل انه نغسلها لحتى نخلصها من النشاء اللي بيكون موجود فيها او قبل وبعد، بينما باقي الخضار والفواكه ما في داعي. هلا في اشخاص موسوسه
ما في بيحبوا يغسلوا ما في ضرر بس راح نغسلها قبل وبعد نغسلها قبل وبعد هلا هم ما في مشكله نهائيا وما بيأثر على الفيتامينات والمعادن لكن حتى اذا غسلتيها قبل على القليله ما تكون فيها الاتربه كمان بدي يعني تتخلصي من هالطفيليات تماما طيب نيجي للورقيات وهي اصعب طرق الغسل فعلا. يعني هلا الورقيات افضل طريقه لانه نحن نغسلها بنجيب طبعا الخس بدنا نفرده ورقه ورقه ونحاول انه نحن نفرك الفرك الجيد للاوراق بالماء بيخلصها من انواع الديدان اللي ممكن ما تكون مرئيه بالنسبه لنا وبتكون موجوده على الاوراق مثل الخس السبانخ الجرجير السلق بتكون موجوده ديدان غير مرئيه لنا لازم نحن نفركها فرك جيد النقطه الثانيه بعدين بنجيب وعاء فيه لتر مي وبنضيف عليها اما ليمون او ملح هون نحن بقى بالخيار ما بتفرق الشيء متوفر عنا والاسهل لنا نحن بنضيف مقدار معلقه ليمون عصير ليمون طازج طبعا مو الليمون تبع الماركت بيكون صوص جاهز ليمون طازج ايوه تماما بنضيفه للتر الماء وبعدين بننقع فيه الخضار الورقيه مده دقيقتين او ثلاثه اذا بدنا نحن فقط نتخلص من البكتيريا والطفيليات اما اذا نحن يعني عندنا حرص على صحتنا بشكل اكبر المفروض انه تنتقع بين النصف ساعه لساعه مثل ما حكينا مشان نتخلص من المبيدات الحشريه والاسمده اللي موجوده على الخضار بعدين بنطالعها من الماء وبنغسلها بماء نظيف طيب. لحتى نخلصها من هي من البقايا الليمون والملح هلا نحن ليش بنستخدم الليمون بغسيل الخضار الورقي هي نقطة كتير مهمة إنه نحن أول شيء بيحافظ عليها بالثلاجة ما بتخرب بسرعة النقطة الثانية إنه بيحافظ على المعادن والفيتامينات اللي موجودة داخل الخضار الورقية ما تتسرب بماء النقع نحن المي وقت اللي نحن بنخلي الخضار الورقية منقوعة فيها بشكل طويل أو لفترة طويلة تتسرب هاي الفيتامينات والمعادن للماء وبتخسر هيك من قيمة الخضار الورقية فالليمون بيحافظ عليها لذلك أفضل طريقة لغسل الخضار الورقية ننقع بليمون أو خل مع مي بعدين بنغسلها الخضار الجذرية إنه نحن نفركها من التربة بعدين نغسلها بالمي ونفركها طبعا الفرك كتير منيح لكل أنواع الخضار والفواكه بعدين بالنسبة للخضار أو الفواكه الحبة الكاملة نحن بنغسلهم بالمي بعدين بننقعهم بمي مع خل وساعتها بنغسلهم بعدين بمي نظيف وبيكونوا جاهزين للاستهلاك طيب بالنسبة للورقيات اللي بتحتوي على العروق مثلا البقدونس النعنع الكزبرة ممكن هل يفضل الغسل بعد ما نتخلص من العروق اللي ما بنياها ولا قبل ولا ما بتفرق لا انا ما بفضل بعد تقطيع انه هي تنغسل لانه بتفقد كثير من فيتاميناتها ومعادنها نعم. لطيف هلا بتنصحينا شيء مثلا نحن انه مثلا ما بدي استخدمها كلها لهي الخسه فممكن انا اغسلها كلها واحطها بالبراد ممكن افضل مثلا ما بتفرق بهذا الموضوع لانه نحن ما عم نقطعها ما عم نفرمها الفرم هو اللي بيخلي انه الفيتامينات والمعادن تتاكسد مع الجو انه هو يفقد من قيمته انا شعرت هيك حتى انه فعلا بدنا ناخذ كل هالخضروات اول ما يجي البطاطا مثلا نعملهم كلهم وناخذ وقت فيهم حكينا كمان انه الخضار الورقي وقت من نقع بالليمون بيحافظ عليها بيبطل يخرب بسرعه الخضار الورقي يخرب معنا بسرعه وقت نحن بننقع بالليمون طيب بالنسبة لل يعني الخضار اللي بتحمل الأتربة هل بتنصحي إنه نتجنب أصلاً شرائها في حال إنه كانت موجودة في نتاجر؟ هلا نحن ممكن إنه ست البيت ترتعب من منظرة لا أنا ما بديها لكن هو فعلياً ليس من الضروري إنه نحن نتجنب شراء الخضار اللي بتحتوي على أتربة عالية هي النقطة الوحيدة إنه رح تتعذب ست البيت شوي بتنظيفها الزيادة لأنه هي أصلاً ما لها مغلفة وما لها منظفة قبل شرائها لذلك مثل ما حكينا بننظفها بالفرشاية وبعدين بالماء وبعدين نحن بعيننا الله على استهلاك فعلا كثير حتى من السيدات بتحب السبانخ كثير مثلا ولكن صحيح. عندها مشكله بتنظيف السبانخ فالسبانخ معناتها كيف كمان نفس الشيء بنحطها بوعاء نفس الموضوع تماما بننقع قبل الفرم انا بفضل قبل الفرم مثل ما حكينا بننقع بوعاء كبيره طبعا بدها اكثر من وعاء لانه هي بتكون فيها ترسب عالي للاتربه او مثل ما حكينا بنغسلها فرك تحت الصنبور وبعدين بننقع بمي مع ليمون بيقولوا كثير لازم نغسلها للسبانخ في هيك شيء مثلا مدى صحه هذا الكلام احنا مجرد انه احنا فاكناها اول مره تمام. خلاص هون خلاص. صار كافي تمام. بعدين ننقع للتعقيم وتخليصها من رواسب الاتربه عفوا من رواسب الاسمده والمبيدات الحشريه يعني استاذة ريما الحبال بصراحة اطلعتينا على اشياء مهمة جدا اليوم اعتقد رح يكون في ثورة في كل البيوت طبعا. في طريقة غسيل خضروات والفواكه نتمنى هذا الشيء لانه بالفعل الامراض الناتجة عن الخضروات والفواكه خطيرة خطوات صغيرة وتقنيات كتير بسيطة ممكن نعمل حد لامراض كتير كبيرة ولمشاكل صحية ضخمة هلا نحن ممكن الاشخاص الموسوسة زيادة عن اللزوم واللي بتحب انه هي تعتني بصحتها اكثر انه هي تقشر الخضار والفواكه لتزيل تماما جميع ترسبات المبيدات الحشرية اللي بتكون موجودة عليها
يعني أستاذة ريم الحبال الأخصائية التغذوية، بنشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا في هاي الحلقة. أنا بشكركم، أهلا وسهلا فيكم معنا ولكل النصائح القيمة. تسلموا يا رب، الله يبارك فيكم. مستمرين معكم مشاهدينا لكن بعد الفاصلة.